البنات هشارك معكم اختي لشابلو او الخبز المحمر، يعني كل واحد شنو تيقول ليها البنات. المهم شوفوا معايا اختي، ها نتوما احتاجيتو البنات، وراكم عارفين اختي البرد ما فيه ما يخرج يشري، قلت نديرو، ولكن ضروري قلت نشارك مع البنات هذه الطريقه. هنا اختي عندي الخبز، واحد الطاوه ديال الفران، الفران ها انا شعلته، وكيف ما كتشوف اختي تاخذوا هذا الخبز بحال هكا، شوفي معايا اختي وفتحوه، شوفي اختي فتحي الخبز بحال هكا. هاد الخبز البنات كنت درتو غير بالدقيق الابيض، شوية السميدة فيه من عيبة زكاغوست. المهم شوفي خاص ضروري كتفتحوه، فهمتو؟ هاكا فتحوه اختي ودخلوه للفران وتخليوه اختي على عافية مهيلة، وخليه اختي حتى المهم هو مخصوش يتحرق البنات، راه غير بينا وبيناه يكرم، فهمتو؟ بحال هاكا اختي شديه وديري ليه بحال هاكا، فهمت؟ شوفو على هكا هكا تيتحل باش تغير فيه البنيه، تغير فيه يكرم، ولا كتكون خبزتو البنات وتدخلوه من الفران تتخليوه فيه كيكون الفران سخون غير تيقصح البنات. المهم انا راه غندير معكم به واحد اللعيبه هكا، شتي علاش اختي بغيتو؟ موالفه كنجيبو انا كنشريه بحال هكا ولا كنصايبو مره، ولكن دابا قلت نشاركو معكم هكا فيديو في الكبيدات. ها انت اختي شوفي معايا. المهم البنات شوفوا معايا، دابا اختي غادي نديه ندخلو الفران اللي شعلته ودرتو اختي على عافيه مهيله، وغادي نخليه اختي يتجمر، يعني حتى يولي عندي قاسح، حتى تتقسميه بحال هكا تيدير طق، يعني كيكون قاسح. وعاد نرجع لكم باش نوريكم الطريقه ديالو وكيفاش غادي ندير ليه. ايوا خليكم معايا اختي، الخبز هو هذا. ها انت ها سمعي، هادي صافي اختي راه تجمر هنا، طفيت عليها اختي الفران وغادي نخليه في الفران واحد شويه، عاد غادي نجي نصايبو. ها انت شوفي معايا، هادي هاكا خصو يولي، شتي يعني خصو صافي حتى يولي مجمر بحال هكا. صافي اختي غنطفي عليه الفران، ها انت سمعي كيف ما كتشوفوا معايا اختي الخبز هو هذا. ها انتم راه قلت لكم صافي طفيت عليه اختي وخليته في الفران كيف ما كتشوفوا معايا. ها انت اختي شفتي هذا هو الشكل ديالو من بعد ما خليته في الفران حتى برد عليه الفران هكا. شفتي تيزيد البنات يتزكرمل ملي كديروا ليه هذيك الطريقه كيزيد تزكرمل. جيب اختي ليا واحد الهاشوار ولا ماكينه اختي، ولا بغيتيه يجي يعني اختي زوين وعندك الخاطر كتحكيه بالحكاكه، كديري الحكاكه وكتبقاي كتحكي باش تطحن مزيان. الا طحنتو مزيان راه صافي تيولي بحال الدقيق يعني ما لايقش. ايوا اختي نطحنو ونرجع لكم الكبيده، تشوفوا معايا نطحنو ونرجع لكم. البنات كيف ما كتشوفوا معايا اختي، ها هو الطحين ديالو هكا، بقى واحد شويه هكا حرش بحال كي قلت لكم، اللي بغى يحكو بالحكاكه. انا طحنتو البنات داكشي كيبقى على حساب نتوما واللي بغيتو. شوفوا معايا راه بحال اللي كنشريو، ها نتوما بحال اللي كنشريو ما كاين حتى شي فرق، وكاع هذا اختي راه احسن، راه مصايبه بيدي. البنات بالصحه والراحه ان شاء الله اختي تجربوا. ها نتوما صافي اختي، وكديري في قريعه ديال الزاج وتحتفظي به، كتبقاي تخدمي به بالصحه والراحه.